صباح الخير. لو انت من المرفهين اللي زي حالاتي، سعيد نفسيا، مستقر عاطفيا، مرتاح ماديا، يبقى الفيديو ده ليه. لا استنى يا عزيز الكحيان، رايح فين؟ مش وقت انتحار خالص. تعال اقول لك تروق على نفسك ازاي في برنامج من موقعي هذا. النهارده قايم من النوم وطالبه معايا عراقه فن وسلطنه وتنظيف ودان. ام بي سي بتقول لك في حفله للعندليب في مول العرب. ايوه الاسم ده صح يا عزيزي الكحيان. انت في 2021 ممكن تحضر حفله للعندليب وتشوفه فيس تو فيس. ازاي يا جدع؟ هقول لك ازاي. في شركه في الاردن قالت لك ما تيجي نعمل حفله للعندليب على طريقه الهولوجرام. طب محتاجين ايه يا عمنا؟ ورقه وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل. فنان بدرجه موهوب يكون شبه العندليب. وطبعا مش محتاجين بحث كتير، عندهم الفنان الكبير يوسف كيوان، وكان من ضمن المرشحين بقوه لبطوله مسلسل العندليب، وطلع التاني في المسابقه اللي اتعملت بخصوص المسلسل. ايه تاني؟ ماكير ما حصلش قبل كده، فجابوا عيسى محارب ووفاء الزعت. ايه كمان؟ مخرج عالم، فجابوا معتز جنخوت، ومدير التصوير ربيع الدرويش. وبس عملوا العظمه اللي بنتكلم عليها النهارده. ودي مش اول حفله، الحفله الاولانيه كانت في الاردن، وبعد كده عملوا حفله في دبي، ودي ثالث مره يعملوا الحفله دي. طب لو انا عايز اتفرج عليها اعمل ايه يا عم الرايق؟ انا بقى من موقعي هذا هقول لك تعمل ايه عزيز الكحيان. مبدئيا كده هتقوم تاخد دش وتلبس الحتال على الحبل، وتقوم تنزل بسرعه عشان الحفله ميعادها النهارده. لو مش هتلحق في كمان حفله بكره. هتروح على مول العرب بوابه 11، هتلاقيهم عاملين مسرح كده عظيم كده بانينه مخصوص عشان الحفله دي، ديكورات بقى وحاجات حلوه وصور ومقتنيات لعبد الحليم ومتحف ليه وحاجه كده اخر رواقه. نعم. الاسعار؟ لا حضرتك الاسعار في متناول رجال الاعمال. لو انت عايز تقعد على حجر عبد الحليم وتشوفه كده من قريب هتدفع 2250 جنيه، والمكان ده خلاص كومبليت، حجز خلاص النهارده يعني. لو بكره ممكن تلاقي فيه مكان. اما بقى لو قعدت في النص هتدفع 950 جنيه، قعدت في الاخر خالص هتدفع 650 جنيه. يا بلاش، هتقعد 3 ساعات تتفرج وتسمع عبد الحليم قدامك. انا متهيألي بعد ما اطلع من الحفله دي ممكن ادور على حمو بيكا واضربه قلمين مثلا. المهم ما اطولش عليكم عشان الحق انا كمان. لا عزيزي الكحيان اوعى تفهمني غلط، انا كل اللي في جيبي 100 جنيه زيك يعني. انا مش هروح، بس حبيت اقول لكم يلا روح اتفرجوا وبسط. صباح الخير.